أنا مربي أغنام أرتين حنا صطيفو، ساكن حمدانية قرقوش. كنت أعمل في هذا النشاط أو هذا العمل سنة 2010 تقريبا 2009 وإلى حد 2014 من إجانا داعش وصار التهجير. وبعد ما صار التحرير رجعنا إلى منطقتنا قرقوش وبدينا من جديد نبدي تدريجيا، إلا ما إجت دعم من منظمة وتمكننا من تطوير المشروع مرة ثانية. فالدعم طبعا خلانا نظل هنا، ما هاجرنا إلى مكان آخر. والمشروع مالتي أنا أحب أطوره إلى غير شغلات، وهسه حاليا أغنام، وبالمستقبل إن شاء الله الحمد لله والشكر الإمكانية زينة راح نحول إلى تسمين عجول. ثم بعد الدعم بدينا طورت المشروع إلى تربية الطيور مثل الإواز أو القاز، الدجاج، العليشيش. وبالنسبة للحالة المعيشية كانت من درجة وإلى درجة، الحمد لله والشكر ظلينا هنا وحالة معيشية الحمد لله والشكر ماشيين ومستقرين هنا.